إذن عن استهداف أربيل من قبل إيران وعلاقته بمشروع تصدير الغاز من كردستان العراق إلى أوروبا، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح لوكالة رويترز حيث قالت إن القصف الإيراني على مدينة أربيل سببه محادثات بشأن تصدير الغاز إلى أوروبا. السؤال المطروح، هل أصبحت الحلول في طهران هي صواريخ فقط أستاذ شاهو؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة منذ الدقائق الأولى للهجوم كان لدينا شكوك واضحة بأن الاستهداف ليس كما يدعي النظام الإيراني أو يدعي حلفائه بأنه استهدف مركز للموساد الإسرائيلي أو استهدف ضباط إسرائيليين، بل كان هناك أسباب أخرى وراء هذا الاستهداف. وأيضا أكدنا أنه لم تكن له علاقة بمجريات المفاوضات الداخلية لتشكيل الحكومة العراقية، قد يكون سببا، ولكن السبب الرئيسي الذي دفع إيران للتدخل بشكل مباشر وإطلاق الصواريخ من الأراضي الإيرانية إلى أربيل كانت رسالة جدية وحقيقية بأنها لن تسمح لأي طرف بأن تؤثر على أمن الطاقة التي تعتبرها طهران أمنا يعني خطيرا ومهما بالنسبة إليها أو مستقبليا بالنسبة إليها، لن تسمح لأي طرف بأن يقوم بمنافسة التواجد الإيراني سواء داخل العراق أو خارجه. مشروع الطاقة في إقليم كردستان العراقي إذا تم تطويره بصورة مستقرة وبمساعدة دول الخليج أو دول أخرى، من الممكن أن يساعد في توفير الكامل الطاقة اللازمة للداخل العراقي وأيضا إلى تركيا وإلى أوروبا. وبالتالي هذا الأمر يعني استغناء العراق عن الغاز الإيراني وأيضا توفير بديل لأوروبا من هذه الطاقة، وأيضا لتركيا والتي تكون أقرب للجانب التركي وأيضا أكثر يعني سعرها أيضا أفضل. هذه النقاط دفعت إيران إلى اللجوء إلى هذه الخطوة عن طريق استخدام صواريخ ذكية، وخاصة أنها أدركت أن الحكومة المركزية في العراق عاجزة عن الرد. أو لو تحدثنا عن المسؤولية، يعني إذا كانت إيران لقد لعبت دورا سلبيا كبيرا في بقاء أو في إبقاء ملف الطاقة في العراق رهينا لسياساتها ونفوذها، إذا ما تحدثنا عن المسؤولية، من المسؤول عن أن تأخذ إيران زمام الأمور بهذا الشكل وبهذه الجرأة لو صح التعبير؟ طبعا السياسات العراقية أو صناع القرار في العراق أو الأحزاب السياسية المسؤولة عن ملف الطاقة كانت هي التي تتحمل المسؤولية إلى يومنا هذا. يعني استنزاف ثروات العراق لاستيراد الطاقة من إيران وحدها ونجاح إيران في احتكار سوق هذا السوق داخل العراق يتحمل مسؤوليته الأطراف السياسية. خلال الأعوام الماضية والفترة الماضية كان هناك اعتراف رسمي بأن حتى المملكة العربية السعودية قد قدمت عروضا أفضل للعراق وأسعار أفضل، ولكن للأسف نسمع أن صناع القرار في العراق رفضوا هذا الأمر وقرروا التمسك باستيراد الطاقة من إيران لأسباب مجهولة. يعني أنت لديك عروض أفضل، وكل السياسيين في العالم الوطنيين الذين يخافون أو يعملون على مصلحة شعوبهم وبلدانهم يبحثون عن الفرص الأفضل، ولكن ما عدا العراق الذي يعاني من وجود سياسيين فاسدين يفضلون المصالح الحزبية والشخصية والأجندة الخارجية الضيقة على مصلحة المواطنين وعلى مصلحة البلد. لهذا نرى أن إيران دائما تستخدم هذه الورقة حتى أثناء المشاكل السياسية كضغط، كنوع من الضغط على الحكومة أو على الدولة، وتقوم بتقليل النسبة دون النظر إلى الجانب العراقي. يعني حتى على الرغم من أن إيران تحتاج للعراق إلى أنها تتعامل بتعالي مع الجانب العراقي، ولكن للأسف هذا الأمر لا يدفع الجانب العراقي إلى المراجعة والبحث عن بدائل أفضل لمعالجة هذا الأمر. أستاذ شاهو، يعني من الأكيد أنكم اطلعتم على تصريح لرئيس وزراء كردستان العراق مسرور البرزاني، أكد في هذا التصريح أن الغاز العراقي سيتم تصديره لأوروبا قريبا بنظرة استشرافية للمستقبل المنظور القريب. هل نتوقع قصفا جديدا من قبل إيران لوقف هذا المشروع برأيكم؟ طبعا لدى إيران الكثير من الأدوات لعرقلة هكذا مشاريع. يعني خلال الفترة الماضية رأينا زيارات كردية إلى دول الخليج إلى تركيا وللتباحث حول هذا الملف. هذا كان محاولات لبلورة هذا المشروع بصورة سريعة، وخاصة مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
لدى إيران الكثير من الوسائل تستخدمها، هناك أطراف داخلية قد تتحمل المسؤولية أحيانا، قد تقوم على عاتقها عملية قصف أربيل من مناطق المتنازع عليها التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، أو عن طريق التضييق على إقليم كردستان عن طريق السياسات الاتحادية من قبل بغداد، وبالتالي قد لا يكون يعني الوسيلة الوحيدة لدى إيران هي القصف المباشر، ولكن إذا شعرت أنه فعلا هناك إرادة حقيقية للمضي بهذا المشروع، وخاصة أنه بعد الهجوم بأسبوعين منزل الشخص المستهدف أكد المستهدف أكد أنه الهدف من تطوير النفط الغاز هي تلبية الاحتياجات الداخلية، يعني كان هناك استجابة للرسالة، السلطات في الإقليم عرفت فورا أن الهجوم الإيراني يستهدف هذا القطاع، قطاع الغاز وتطويره، وبالتالي كان هناك تأني من قبل الجهات المختصة في الإقليم بأنها تريد أن تلبي الحاجة الداخلية فقط، ولكن تصريحات الآن تصريحات رئيس الوزراء وهذه الجدية يعني أن الطرف الإيراني أنا أتوقع أنها لن تسكت بسهولة، وهي تعتبر أن العراق أرض مستباحة لها، لأنه لا توجد سيادة، لا توجد دولة حقيقية، وبالتالي هي من حقها أن تتدخل حتى لو كان عن طريق إطلاق الصواريخ أو أي عن طريق أي وسيلة أخرى. نعم. يعني أنا أتوقع أنها سوف تخلق مبررا آخر، يعني في العام الماضي خلقت مبرر أن قد تدخل العراق بريا لاستهداف الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة في العراق، أنا أتصور أنها سوف تخلق هكذا حجة للضغط على أربيل مجددا وعرقلت هذا المشروع بأي وسيلة. لو طرحنا مصطلح الاحتمالية فيما لو قامت إيران بضربة جديدة لكردستان العراق، كيف سيكون رد الفعل من بغداد، لا سيما أن موقف بغداد بعد الضربة الأخيرة لأربيل كما تعرفون كان مخيبا لأمال السلطات في أربيل، كيف نتوقع الرد من بغداد أستاذ شاه؟ الرد واضح جدا، تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في وجود مصالح إسرائيلية داخل أربيل، يعني للأسف السلطات العراقية بدل أن تشكل لجنة أو أن تطالب الطرف الإيراني بإعطاء أدلة عن هذه الادعاءات ذهبت إلى أربيل وتشكل لجان على حول الادعاءات الإيرانية، يعني وليس حول أصل الاستهداف، يعني لم تركز السلطات في بغداد على أصل الاستهداف وهو عدوان على الأراضي العراقية، والعراق دائما يدعي أنه موجود في تحالف مع روسيا وإيران وسوريا، تحالف رباعي للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، إذا كان هناك مخاطر إسرائيلية داخل أربيل لماذا لم تشاركها إيران مع هذه الدول حتى يكون مشاركة بينهم، وبالتالي هذا يعني أن الجانب العراقي للأسف يلجأ إلى تشكيل اللجان وهي محاولات فقط لامتصاص الغضب، وإلا لن يفعل أي شيء أو أي خطوة رادعة لهذه التصرفات الإيرانية تجاه العراق. من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاه القرداغي، شكرا جزيلا لكم.